لو الحكايه فيها ان فيتو خطيبتك او صاحبتك او اختك تعكسك هتعمل ايه؟ هو انت الاول يعني انت بتبقي ماشيه في الشارع، المفروض بقى انت عامله حسابك انت ماشيه فين. هو عامه مش انا اللي بتصرف، اللي معايا هي اللي بتصرف، عامه بيبقى رد فعلها اقوى ورد فعلي كمان. احرسه واطير مكانه. تدافع عنها اكيد هي وحتى لو شفت. انت هتخافي تنزلي في العيد ولا العيد مش نزول اصلا؟ يعني عامه بيبقى الجو مش لطيف خالص، فهو اي نزول بيبقى مثلا هو يوم العيد الصبح وخلاص. يعني انت اللي بيحصل بقى للناس وكده، بس دايما بيحصل ده في حتت الشعبيه، يعني بقى في عنيل مش عارف ايه الحتت اللي هي بتبقى فيها ناس كتير، في سبورت مثلا الحاجات دي. يعني ممكن في النوادي لما تلاقي حد كده يحصل في حتت نظيفه او دي بقى.